هل يجوز للمرأة المحدة أن تستحم أثناء الإحداث لأجل النظافة والتبرد وليس لأجل الحيض أو النفاس؟ كما سمعتم قريبا لها أن تغتسل وتنظف وتبرد وتستعمل المنظفات غير المطيبة، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن بعض العوام بعض النساء بالخصوص يشرع أحكام للمتوفى، يقولون ما تطلع للصف ولا تناظر القمر ولا تخاطب الناس، لو كلموا لو سلموا عليها ما ترد عليهم، هذا كله من الكذب ومن الجهل، لا يجوز هذا الكلام. لا يجوز لأحد يتكلم بالأحكام الشرعية من غير علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا يقولون ولا تطلع للحوش ولا 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 تصعد السطح ولا تشوف القمر، سبحان الله، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم.